بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات لواء الإسلام تقدم الإصدار الرابع، رسالة إلى الأمهات. الناشئ أيمن عتيق الرفاعي يود أن يوجه رسالة أخرى إلى الأمهات، فقد قدم للآباء رسالة ووجهها لهم، وها هو الآن يوجه الرسالة إلى الأمهات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فليسمح لي آبائي أن أوجه رسالتي هذه إلى أمي وإلى كل أم. أنت يا أمّا لعلك قد لاحظت كيف تبدل حالنا، كيف كنا وكيف أصبحنا. إن الله يا أمّا أراد لنا الخير، فهذا والدي قد عاد عودا جميلا إلى ربه واستقام والحمد لله. بل والله يا أمّا إنني أرى النور في وجهه، سوف أخبرك بما رأيت، وليسامحني الله لأني كشفت ما كان بين معبود وعابد. لقد صحوت ليلة وسمعت همسا، وقد شعرت بالخوف، ولكنني توكلت على خالقي ونهضت من مرقدي إلى مصدر الهمس. لا تخافي يا أمّا، إنني لم أجد إلا كل خير. لقد رأيت والدي يا أمّا قائما راكعا ساجدا مناجيا ربه وهو يبكي بكاء شعرت من خلاله أنه إن شاء الله صادق في عودته. وعدت يا أمّا، عدت إلى سريري بدون أن يشعر بي، وكيف يشعر بالخلق من توجه إلى الخالق. عدت فرحا باكيا بكاء لم أبكي أجمل منه يوما ما، ولم أنم في تلك الليلة من شدة الفرح. فشجرة الإيمان التي زرعت بدأت تنمو لدى والدي، لأنها وجدت أرضا خصبة، وما أكثر الأراضي الخصبة. ولكن أين الزارعون يا أمّا؟ وعندما أذن المؤذن لصلاة الفجر رأيته قادما نحو غرفتنا، ولم أجعله يلاحظ أنني غير نائم لكي لا أفسد عليه ما أراد، ووضع يده على كتفي بكل عطف وهو يقول: قم يا بني، لقد حان موعد صلاة الفجر. ونهضت مسرعا لكي لا يرى الدمع في عيني، ثم توضأت وصحبني أبي إلى المسجد. سبحان الله، سبحانك ربي، لقد كان يسهر حتى طلوع الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر. والآن يا أمّا ها هو كما أراد الله ينام مبكرا أول الليل ويقوم متهجدا آخره. لك الحمد يا رب، حتى الصيام يا أمّا أصبح غير غريب علينا، ففي كل شهر لنا صيام، بل في كل أسبوع لنا صيام، فلك الحمد يا رب. انظري يا أمّا، أين الشيشة؟ أين علبة الجراح التي كانت تعكر علينا رائحة المنزل؟
حين طفايات السجاير لقد اختفت من دارنا. ألا تلاحظين يا أمات؟ ألا تلاحظين بأن أبي لم يعد يذهب إلى طبيب الأمراض الصدرية؟ وشفي من الخفقان الذي كان يلازمه بقلبه؟ كما أن إخواني وأخواتي ذهب عنهم ضيق التنفس، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى جرس هاتفنا لم يعد مزعجا مثل السابق، لم نعد نسمع من يقول قل لأبيك السهرة الليلة في بيت فلان. ماذا نسمع الآن يا أمه؟ نسمع طرقات هادئة بأدب واحترام، حتى في طرق الباب اختلاف يا أمه. ومن يأتينا الآن يأتينا لمحبته لنا في الله، وليس من أجل وسيلة أو غاية أو سهرة لبالوك أو كمكان أو جلسة خالية من ذكر الله. يأتينا الآن من أراد لنا الخير، فهذا إمام مسجدنا وطلبة العلم والجيران والأصدقاء الصالحين. لقد تحول مجلسنا يا أمه إلى مجلس تحفه الملائكة إن شاء الله، فهل سمعت لهم صوتا مثل السابقين؟ هل عطرت المكان الذي كانوا فيه بعد خروجهم؟ هل قمت بتنظيف مكانهم بعد ذهابهم؟ حتى سجاد منزلنا سلم من حرق أعقاب السجائر له. هل رأيت الفرق يا أمه بين الصحبة الرديئة والمحبة في الله؟ انظري الآن يا أمه، انظري إلى أرقة المكتبة فقد تبدل حالها. هذا كتاب الله وصحيح البخاري وزاد المعاد وسنن ابن ماجه وأيسر التفاسير وغيرها من الكتب الدينية والعلمية. أين الأشرطة السابقة؟ أين المجلات الخليعة؟ أين القصص الرديئة؟ لقد ذهبت بدون رجعة، ولك الحمد يا رب. وهذا العام يا أمه لن يتركنا أبي مثل السابق في العطلة الصيفية، بل سوف يقضيها معنا ولن يسافر. سوف نقضيها سويا في ربوع بلادنا، مهبط الوحي وقبلة المسلمين وبها المصائف الجميلة والأمن والأمان والراحة والاطمئنان. والآن يا أمه، هل رأيت آثار التوبة النصوح على هل رأيت محاسن الإيمان الصادق على العباد في الدنيا قبل الآخرة؟ يا من أعزك الله بعد ذل الجاهلية، يا من كرمك الله وجعل لك الحقوق والواجبات، يا من أمرنا ربنا بأن نخفض لك جناح الذل من الرحمة، أنت يا أمه. يا من حملتني 9 أشهر وأرضعتني أشهرا وأشهرا، يا من رعيتني في المهد صبيا، يا من أطعمتني إذا جعت وسهرت إذا مرضت وبكيت إذا حزنت، يا من ذاكرت معي دروسي وحفظتني أركان الإسلام. أنت يا أمي تعلمت منك الحب والحنان، وبوجودك أشعر بالاطمئنان. لما يا أمي، لما أسمعك تقولين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
أعرف أنها الركن الأول من أركان الإسلام، ولكن هل يكفي قولها يا أمة دون معرفة المعنى؟ أراك تصلين أحيانا وأصر وأعرف أنك تؤدين ركنا مهما من أركان الإسلام، ولكنني أحزن عندما أراك تتركين بعض الفروض من أجل النوم أو النزهة. أو يا أمه، إذا اجتمعت مع صديقاتك يحين موعد الصلاة وينتهي وأنتن لاهيات مع المسجل والأغنيات وعلى الفيديو والمسرحيات، وحديثكن غيبة ونميمة وفساتين وموديلات، لا تذكرن الله في مجلسكن، فتأثير الصديقات والمجاملة لهن جعلك تتركين آداء بعض الصلوات، ونسيت يا أمه أنه لا مجاملة في تعاليم دين الله. أتريدينني أن أعمل مثلما عملت؟ لأنك أنت أمي، ومثلما تعملين سوف أعمل، وإن كان عملك صوابا فلك الأجر، وإن كان غير ذلك فسوف تتحملين وزري مع وزرك، ولن أسامحك إذا كنت أنت السبب فيما ينالني من عقاب يوم القيامة، لأنني عملت بما نشأت عليه ورأيت أحب الناس إلي يعمله، وأنا لا أعرف صوابه من خطئه إلا أن يهديني الله. أما ما يشغل تفكيري يا أمه، فإنني عندما أذهب إلى المسجد أسمع وعظا وإرشاد وأدلة على ذلك، ولكن أرى عكس ما أسمع، أرى النساء في الأسواق متبرجات ومتعطرات، وأرى بعضهن مع السائق متجولات. أليس هؤلاء يا أمه، أليس هؤلاء مسلمات؟ لماذا إذن يفعلن هذا؟ ألا يخافن الله؟ ولقد سمعت كذلك بعضهن يسخر من الفقراء والضعفاء والمساكين ومن ملبسهم ومن مسكنهم، ونسينا أن الله لا ينظر إلى مظهرهم أو إلى أموالهم، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فقولي لهن يا أمة إن الفقير هو من تخلى عن تعاليم دينه التي أوجبها الله عليه وترك السنة النبوية، والغني من أغنى نفسه عن الهوى بالتقوى. فإننا لم نخلق يا أمة من أجل التفاخر بالأحساب والأنساب أو للتباهي بالقصور والفلل أو بلبس الغالي والنفيس من أجل إظهار الغنى، لا لا يا أمة، فاحذري مداخل الشيطان لأنه عدونا ونعوذ بالله منه، ولأننا يا أمة تركنا ديننا وعصينا الله وتركنا ذكره ونسينا حتى كلمة بسم الله، فقد كثر مس الجان للإنسان هذه الأيام. كل هذا لماذا؟ لهجرنا كتاب الله، ولأننا لا نحفظ الأذكار ونحفظ الأغاني التي نسمعها في بعض حفلات الزكاة وغيرها من الحفلات التي أصبحت مركعا للشياطين والعياذ بالله، ومعرضا للأزياء ذات الأسعار الخيالية. وكل ما يلبس في هذا الحفل يا أمه لا يلبس لغيره ويودع في خزينة الملابس. أضعتن أموالكن وأسرفتن في هذا ونسيتن الفقراء والضعفاء والمحتاجين، وبعضكن يا أمه يذهبن إلى العرافين والعرافات والكهنة والساحرات ويصدقن ما يقال لهن، فبعملكن هذا قد تخرجن عن دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر
احذري يا أمه وابتعدي عن كل ما يؤثر على دينك، ثم راجعي نفسك وحاسبيها قبل أن يأتيها الحساب من الله، واغسلي قلبك بكثرة الطاعات، وانهضي الآن وتوضئي وصلي ولا تكوني من الغافلات اللاتي إذا سافرن للخارج أو دعن عبايتهن أرفف الطائرات وبحثن عنها إذا كن عائدات، وأشغلن وقتهن بالهاتف متكلمات، وإذا تنزهن على الشاطئ كن متكشفات وعن الحجاب مترفعات، بعضهن يا أمه على النوافذ قائمات وعلى البلكونات ناظرات، وللضيق لابسات ولزينتهن مظهرات وللفائع باسمات، فلا تصادقيهن ولا تكوني معهن من الجالسات، وابحثي يا أمه عن الصديقات الصالحات وهن إلى طريق الخير دالات، ولتعاليم الدين صالحات فصحبتهن خير من صحبة التائهات. لا تبكي الآن يا أمه، لا تبكي الآن يا أمه، ثم تعودي غدا إلى الصديقات الضالات، فالبعد عنهن من الطاعات، فابتعدي عنهن حتى يعدن إلى رب السماوات، واعلمي أنك سوف تسمعين من يستهزئ بك ومن يقاطعك من صديقاتك، ولن تستطيعين حضور بعض مجتمعاتهن وسوف يتندرن بك، فإذا ثبتت أعانك الله ورضي عنك وأرضى عنك صديقاتك وقد يفعلن مثلك ويكون لك الأجر العظيم، فإذا نكفت سخط عليك ربك وأسخط عليك صديقاتك ولن تفلحي في الدنيا والآخرة، فعودي يا أمه، عودي إلى ربك واسمعي النصيحة الأولى من ابنك، وقد تستغربين هذا الذي تسمعين في من هو في مثل سني، فاعلمي يا أمه إنني أعرف والحمد لله ما علي من حقوق وواجبات، فذلك الإيمان الذي في قلبي يبعدني عن المحرمات، وقراءة كتاب الله تكثر للحسنات، واطلاعي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشدني بإذن الله إلى الخيرات، وأنا يا أمه لا أشك في حبك لي ولإخواني وأخواتي، وأنت تعرفين مقدار حبنا لك، ولكن لاحظت عليك ما سمعت وأردت أن أنبهك بما لاحظت، وأنا متأكد من طيب قلبك وحسن نيتك وسلامة عقيدتك، فأنت اليوم يا أمه بالشامبو والصابون تغتسلين، وغدا بالماء والستر تغسلين، اليوم بالطائرة والسيارة تركبين، وغدا على لوح من الخشب تحملين، اليوم يا أمه على الأرض تعيشين، وغدا تحت التراب تحاسبين، اليوم على السرير والفرش الوفير تنامين، وغدا في لحد القبر توضعين، اليوم يا أمه في النور تمشين، وغدا في الظلام تحشرين، اليوم يا أمه يجب أن تستغفرين قبل أن يحدث ما تسمعين، وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يهمنا الغرب فيلبسنا القصير والمفتوح من الساق والملابس الضيقة التي تبرز المحاسن، فهذه النصيحة للنساء الحاضرات. نعم أيها الإخوة، هذا التبرج قد نهى الله عنه في كتابه، فقال وهو يخاطب المؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية هي مظهر من المظاهر المخالفة لأمر الله، لا تختص بما قبل الإسلام، وإنما كلما ابتعد عن الناس ابتعد الناس عن دين الله فهم في جاهلية ولو كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج هو أن تخرج المرأة من بيتها بغرض إفشعار أو إظهار أو إفتان الناس بأي مظهر من مظاهر الفتنة، في ملابس، في رائحة، في كعب، في تفصيل، في حركة، هذا تبرج ولا
وفي نيتها أن تعرض نفسها لفتنة من الرجال، فإنه ما من رجل ينظر إليها بعينين إلا سمر الله في جسدها يوم القيامة مسمارين من نار، وإذا نظر لها رجلان سمر الله في جسدها 4 مسامير، وإذا نظر لها 10 رجال سمر الله في جسدها 20 مسمار، وهكذا كل رجل ينظر بعينين مسمارين في جسمها، لأنها هي التي تبرجت وعرضت نفسها لسخط الله. فلا تخرج المرأة، والله يقول لا يا كريمة البيوت، وقرنا، يقول الله وقرنا في بيوتكن، أفضل مكان للمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج، وإذا اضطرت للخروج كأن تكون طالبة أو مدرسة من الضروري أن تخرج من البيت إلى السيارة، سيارة المدرسة أو سيارة أبوها أو أخيها يوديها المدرسة، أو تخرج مع أهل أبي زيارة، فإنها يجب قبل الخروج أن تأخذ كامل الاحتياطات في أن لا يبدو منها شيء، تلبس عباءة واسعة فضفاضة، تلبس ثياب غير فاتنة، تلبس حذاء ما فيه كعب ما يفتح، تكون العباءة طويلة تسحب في الأرض، يكون الثوب طويل، تلبس بعد ذلك حذاء سوداء، تلبس شراب أسود، تلبس دسوس وجوارب في أيديها سوداء، تلبس حجاب خفيف، ثم تخرج غير متكسرة ولا متثنية ولا تلتفت، وإنما تخرج منسلة هكذا حتى تركب سيارتها. أما إذا خرجت وطالعت وفتنت ورفعت وأشرت فقد تبرجت وفتنت وأسخطت مولاها وغضب الله عليها والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، وذكر منهما فقال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. ما معنى الحديث نساء كاسيات عاريات؟ الكلمتان مختلفتان، كيف يكون كاسيات ثم بعد ذلك عاريات؟ إنها ألفاظ النبوة، ألفاظ النبوة كما قال الرافعي رحمه الله: يعمرها قلب متصل بجلال خالقه، ويثقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه. ألفاظ النبوة إن خرجت بالموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح، وإن راعت بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح. ألفاظ النبوة كاسيات عاريات، هن في المظهر كاسيات لابسات، ولكنهن في الحقيقة عاريات، لأن اللبس شفاف، ولأن اللبس لاصق يجسد العورة فتكون كأنها عارية. مائلات مميلات، أي أنهن يتبخترن في المشي ويتسكعن في الخطوات ويملن بالمشي، فيميلون بذلك قلوب الرجال الذين ضعفت همتهم وخفت النور فيها في قلوبهم، فيفتنون بهذه المشية. رؤوسهن كأسنمة البخت، وهؤلاء الذين يذهبون إلى الكوافير فيترحون الشعر ويصبغون الشعر ويوقفون الشعر ويلقون الحجاب، فتكون الرؤوس كبيرة كأنها أسنمة البخت، وأسنمة البخت المائلة هي ظهور الإبل والعظم الذي في ظهر الإبل، هكذا تكون رؤوسهن. إذن الرسول يحدد هؤلاء: رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة، وليس معنى ذلك أنهن كافرات، ولكن هذه الصياغة النبوية من باب التشديد والتغليظ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. هذا الكلام كلام من؟ كلام سيمون دي بوفوار عشيقة المنحل الساقط جان بول سارتر، أم كلام سقراط وأفلاطون؟ لا يا أحباب رسول الله، إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحب لي ولك ولكل مسلم الخير والعفاف والطهر. إذن الحجاب يجب أن يكون ساترا للجسم،
يجب أن يكون فضفاضا، يجب أن لا يكون ذات ألوان براقة مزركشة فيه زينة شديدة تجذب عيون الرجال. ثانيا، أن يكون كثيفا غير شفاف، لأن الغرض من الحجاب الستر، فإذا لم يكن ساترا لا يسمى حجابا، لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر. ثالثا، ألا يكون زينة في نفسه أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار، لقوله تعالى: ومعنى ما ظهر منها، أي بدون قصد ولا تعمد، مع تعاهد ستره ومنع انكشافه. فإن كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا، لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة العباءة المزركشة القصيرة والخمار المنقش الذي يلفت الأنظار ويشد الأبصار ويدعو للفتنة، وهذا والله خطر عظيم ومنذر بعقاب أليم. أن لا يكون الحجاب براقا فيه زينة شديدة وألوان تجذب كل إنسان وتجذب العيون، يجب أن يكون حجابا متواضعا، حجابا في ظاهره الحشمة، ولا يكون مثلا أحمر قان وفيه زهرة وعليه خير وفيه أشكال غريبة فتكون الغير محجبة لا تشد النظر بالنسبة لهذه المحجبة التي جعلت الحجاب مجرد شكل. لا يا أخي، الحجاب للحشمة وما جعل إلا للحشمة. رابعا، أن يكون واسعا غير ضيق ولا يشف عن البدن ولا يجسم ولا يظهر أماكن الفتنة. أن يكون الحجاب فضفاضا، لا أن يكون لاصقا يجسد العورة ولا شفافا يتبين من ورائه الجسم، لا، يجب أن يكون فضفاضا، يجب أن لا يعري البنت. خامسا، ألا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية أخرى: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ولكن لا عجب، لا عجب إذا كنت تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها فهي زانية. تشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يرى امرأة في طريقه ثم يشم رائحتها الفائحة بالعطر والطيب، فيقول لها: إلى أين يا أمة الجبار؟ فتقول: إلى المسجد. فيقول لها: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل من امرأة صلاة صلت بها في المسجد في الطيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى ترجع وتغتسل. إلى هذه الدرجة الإسلام يحذر ويقيد ويهذب حتى يربي النفوس، وحتى يجعل الشهوة في مكانها الصحيح، وحتى لا يجعل للشيطان مدخلا ومنزغا يفتن الناس. سادسا، ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال، لحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. يعني المتشبهات بالرجال في أزيائهن أو أشكالهن كبعض نساء هذا الزمن. كذلك يجب أن يكون الحجاب
أو لبس المرأة ليس فيه شبه من لبس الرجال. وجاءت علينا فترة لبست البنات التشاديد وقصر الشعور وأخذوا يمشينا في الطرقات حتى كنا نراهم ونقول السلام عليك يا فلان، فتقول اتق الله أنا فتاة وما ذنبنا نحن. أنتن التي اللائي غيرتن من أشكالكن، فلماذا تلومن نحن؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. لا ينبغي أن تتشبه النساء بالرجال ولا أن يتشبه الرجال بالنساء، هذه أمور من ديننا. إذن هذه شروط من الحجاب يجب أن نطبقها على بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا. يا فتاة الإسلام، اعلمي أن هذه الشروط لا بد من توافرها حتى تكون المرأة متحجبة ولربها متعبدة، وبقدر ما تخل به من هذه الشروط بقدر ما يكون بها نسبة من التبرج. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. صوني جمالك إن أردت كرامة، صوني جمالك إن أردت كرامة، كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي، كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي. لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، عضي عليه مدى الحياة لتغنمي. ما كان ربك جائرا في شرعه، فاستمسكي بعراه حتى تسلمي. ما كان ربك جائرا في شرعه، فاستمسكي بعراه حتى تسلمي. ودعي هراء القائلين سفاهة، ودعي هراء القائلين سفاهة، إن التقدم في السفور الأعجمي، إن التقدم في السفور الأعجمي، إن الذين تبرعوا عن دينهم فهم يبيعون العفاف بدرهمي. أنا لا أريد بأن أراك جهولة، إن الجهالة مرة كالعلقمي. أنا لا أريد بأن أراك جهولة، إن الجهالة مرة كالعلقمي. يقول: إنني أحبك بالله والحمد لله الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب. وسؤالي: أرى أن تتكلم عن الحجاب وخاصة الأقارب كالعم وابن العم، لأنه تواجهنا مشكلة ويصعب علينا حلها، خاصة بالمعارضة من أقرب الناس، حيث يقولون لا مانع من الحجاب ولكن تكشف على أخ زوجها وبعض أقاربها. الحجاب أيها الإخوة هو شريعة الله ودين الله في كتابه، والذي يؤمن بآية الصلاة والزكاة والصوم والحج ولا يؤمن بآية الحجاب ولا يطبق آية الحجاب، هذا يخشى عليه أن يكون ممن يقول الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني تأخذ من الدين ما يناسبك وتخلي ما لا يناسبك؟ لا، نفذ آية الحجاب كما تنفذ آية الصلاة والصوم. وليس معنى الحجاب أنك ما تثق في امرأتك ولا تثق في أخوك، لا، الثقة شيء وطاعة الله شيء ثاني. أنت لو أنك ما تثق في مرتك ما تزوجتها ولا بقيتها معك، ولو أنك ما تثق في أخيك ما أخيته، لكنك تثق في أخيك وتثق في زوجتك ولكنك تطيع ربك. والله قد أمرك بأن تحجب زوجتك على كل من لا يحل لها أن تكشف، ومن أعظم من يحرم عليها الكشف عليه الأخ، لأن الله في القرآن قسم وبين في القرآن وتولى تقسيم وبيان من يكشف عليه المرأة، وهم في سورة النور 8 من الأقارب و4 من غير الأقارب. ولأهمية هذا الأمر تولى الله تبيينه لوحده بنفسه تبارك وتعالى. الصلاة فرضها الله في القرآن والتوضيح بالسنة،
الزكاة فرضها الله في القرآن والتوضيح في السنة، الصيام فرضه الله في القرآن والتوضيح في السنة، لكن الله فرض الحجاب في القرآن والتوضيح في القرآن. قال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لثمانية أقارب، بس من هم؟ بعولتهن، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني أبو بعلة وعمها، أو أبنائهن ولدها، أو أبناء بعولتهن ولد بعلها من غيرها وهي عمتها، أو إخوانهن أخوها، أو بني إخوانهن عوال أخوها، أو بني أخواتهن عوال أختها، بس خلاص كفل الباب. طيب والأخو ابن العم وابن الخال والأقارب هذولا؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: الحم الموت. والناس اليوم يحجبون عن البعيد ويكشفون على الموت، على الموت، لأن الموت منه الموت القريب الذي يدخل ولا يستنكر وهو قريب وهو بعيد، القريب الذي يدخل ولا يستنكر وهو غريب أجنبي، يرى من المرأة ما لا يراه البعيد وهو أجنبي عنها فهو الموت. ولا تقول: لا إني أثق في أخي. يا أخي أنت تطيع الله، لأن من الرجال من إذا حجب أخوه زوجته عليه غضب وزعل وقال: ليش يغطي مرته علي؟ ما يثق فيه؟ والله ما عاد أخاوي. عجيب، يعني ما تخاوين إلا علشان المرأة. إذا شفتها فأنت أخوي وأنا أخوك، ويوم غطيتها تقطعني، الله يقطعك إلى يوم القيامة. جعلك ما تخاويني ما دام إنك ما تحبني إلا علشان مرتي. أنا أخوك وأنت أخوي وأنت عيني وأنا عينك وأنت ساعدي وأنا ساعدك، لكن إلا المرأة. أما المرأة لي لحالي ما أرضى أحد يشاركني بها ولا أقول. لكن الناس لا، يقول هذا أخوي يكشف عليه، وهذا مصيبة. وفي ظل هذا الأمر والعياذ بالله يقع الفساد والجرائم. وقد والله تأملت هذا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت. تأملته مليا وأنا أقرأ رسالة جاءتني من شاب تائب يعيش في مشكلة وفي قضية وفي معضلة لا ينام الليل من أجلها. كتب لي بدمع عيونه وهو يبكي ويقول: أوجد لي حل لهذه المشكلة، وأنا ما قدرت أوجد له حل إلى الآن. ومشكلته يقول: إنني أعيش في وسط اجتماعي لا يقيم للحجاب وزنا بين الأقارب. يقول: ما في مانع أنهم يتكاشفون، الأخو ابن العم ابن الخال، أما البعيد يقول ما شاء الله حجاب، لكن الكلام الكلام، يغطي عن البعيد اللي ما يشوفها أصلا ويكشف على القريب الذي هو أخطر عليها من النار. يقول: وفي ظل هذا الأمر يقول: نشأت وكبرت وكنت أنظر إلى زوجة أخي، يقول: وأشعر نحوها بميل، وأشعر أنا أنها تنظر لي بميل، لكن منعني الحياء أني أقول شيء، ومنعها أيضا هي الحياء أنها تقول شيء. وأكثر الأمور الآن قائمة بين الأسر المتكشفة على هذا، يخاف الواحد أنه يبين لها شيء تفضحها بين عند أخوه، وهي تخاف أنها تقول له شيء فيفضحها عند أخوها، فكل واحد منهم شاد نفسه فقط حياء. لكن لو ضمن أحدهم أن الأمر ما في شيء كلهم يلتقون على الزنا والعياذ بالله. يقول: فيوما من الأيام سافرت، يقول: ولما رجعت إلى البيت قابلت الأسرة وسلمت عليهم، وكان من ضمن من قبلت زوجة أخي هذه، يقول: وقبلتها على العادة وهي أجنبية، يقول: ولكنها قبلة السلام، يعني قبلة المسافرين، ولكن حينما قبلتها قبلتني قبلة، يقول، ورزمتها شوية، ما هي قبلة السلام، لا، قبلة الحرام. يقول: يوم أرخت، يقول، مسكت رأسي بورا وضدتها شوية، يقول: أعطتني المؤشر، فتحت لي الإضاءة إنه ممكن. يقول: وما شعرت في يوم من الأيام، يقول، إلا وأنا معها في الحرام والزنا والعياذ بالله. يقول: وكان أخي يذهب في انتدابات وهو في بيت ثاني، يذهب في انتدابات رسمية، يقول: ويدعيني أجي أجلس مع زوجته، يقول: ويوم أن شعرت بالجريمة والفضيحة والألم العظيم وتبت إلى الله، يقول: أعيش الآن في عذاب لا يعلمه إلا الله، ويأتي أخو أولاد أخي يسلمون علي فلا أدري هم أولادي ولا أولاد أخوي.
يقول والآن تبت إلى الله ولكن ماذا أصنع؟ هل أخبر أخي بما حصل فيقتلني؟ هل أسكت وأخلي هذه المجرمة الزانية الخائنة مع أخي؟ يقول فأشوفها لما شافتني الآن تائب بدأت تمارس نفس الدور مع إخواني الصغار الثانيين. يقول فماذا أصنع؟ ما أدري والله كيف أفعل. هذا إيش هذا؟ تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. حجب زوجتك من كل واحد، لا يحل لها أن تكشف عليه ولا لا تغتر ولا تنخدع، وإنما كن آمرا مؤتمرا بأوامر الله عز وجل. وكذلك المصافحة المخامسة لي هذه موت أحمر، إذا قامت تقدح بنافيده هذه كهرباء خلاص، تقدح طوالي ويصير في ماس في قلبه وفي قلبها. لا لا يمس الرسول صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة، ولما جاء يبايع النساء قال إني لا أصالح النساء، ومن مد يده على امرأة لا تحل له جاءت يده يوم القيامة وهي مغلولة إلى عنقه. ويقول بعض الناس يقول كيف أسوي إذا دخلت ومدت يدها المرأة؟ لا تمد يدك عليها، خلها تحجب، إذا قالت بيدها كذا خلها مثل العصا وانت يدك في جنبك. بعدين هي تخجل وتعود تقول ايش ما يحيي، قالوا انه حرام خلاص تخجل وتنكسف ولا عاد ترجع. لكن اذا ما تريد تستحي منها ولا تستحي من الله، تراقبها ولا تراقب الله، والله يراك في ذيك اللحظات. اتق الله، يعني تجعل الله اهون عليك من المرأة. بعض الناس يقول اني استحي من الكهله استحي من العجوز، الله اكبر عليك ان كان ما تستحي من رب العالمين. استح من الله الذي يراك ويحرم عليك انك تمد يدك على مرات ما تحل لك. المرأة هذه اللي تمد يدك عليها ليش تستحي منها ولا تخاف من الله عز وجل؟ وتنبهي يا فتاة الإسلام إلى أنه لا بد أن يكون مصاحبا للحجاب اعتقاد أن هذا العمل إنما هو امتثال لأمر الله سبحانه، ويصاحبه أيضا الحشمة والحياء والعفاف والكرامة. فالأول أي الحجاب دون الآخر لا ينفع، والعفاف والحياء دون الحجاب لا يكفي. علامات على الطريق. ولكن ليس هذا العجب، العجب أنك إذا أمرت المسلمات بالحجاب قالوا نعم هذا كلام الله وكلام الرسول، وبدأ الشيطان يدخل ويتكلم على لسانهن. تقول إحداهن مثلا انظروا إلى الحجج الواهية، انظروا إلى الكلام الضعيف، انظروا إلى النفوس الضعيفة، لماذا لا تتحجبين يا فلانة؟ قالت حتى أقتنع. عجيب والله، حتى تقتنعي، تقتنعي بكلام من؟ بكلام الله سبحانه وتعالى. آيات الحجاب نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام. هذه الفترة كلها لم تكفيك في القناعة حتى تقتنعي في هذا الأمر. إذن هذا كلام مردود، وهذا تطاول على الله سبحانه وتعالى، واستعراض العضلات والفلسفات على الله سبحانه وتعالى. فلتتقي هذه المرأة التي تقول هذا الكلام. الثانية، لماذا لا تتحجبين يا أختي؟ قالت زوجي لا يرضى والرسول يأمرنا بإطاعة الزوج. قلنا لها لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الزوج يطاع في العمل الصالح، في أمور الخير، في الدين، في الصلاح، أما أن يأمرك زوجك ألا تتحجبي فلا تطيعيه. وقولي له يا زوجي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. قالوا ومن الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. هذا الذي لا يغار على عرضه هو الديوث. فليتق الزوج الكريم وليتق الزوجة إن كان رجلا، أن يتق الله وليحب زوجتها التي تشكو له، وإلا فلن يكون رجلا إنما هو ذكرا فقط. الأخرى، لماذا لا تتحجبين؟ قالت حتى أكبر وأتزوج وبعد ذلك أتحجب. قلنا لها سبحان الله، لقد سبقك أهل الشرك في مكة المكرمة عندما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لن نؤمن لك حتى نبلغ من الكبر عتيا، ما دمنا شبابا فلن نؤمن حتى نكبر. فرد الله عليهم سبحانه وتعالى وقال: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. عجوز تمنت أن تكون صبية، وقد نحل الجنبان واحتودب الظهر، فسارت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ لا يصلحه أبدا. تتحجبين إذا كبرت، وكأنك أخذت عند الله عهدا أنك ستعيشين إلى السن الفلاني أو إلى العمر الفلاني. حرام، اتق الله. وأنت يا أختي لماذا لا تتحجبين؟ قالت: المهم الأخلاق. وهذه الشكليات ليس لها داعي، وكثير من المحجبات أو بعض المحجبات يسعن في الأخلاق، فما فائدة الحجاب؟ قلنا لها: هذا تلبيس إبليس، وهذا كلام باطل. ولو سرنا على هذه القاعدة لقلنا أن بعض المصلين يغتابون يتكلمون كلاما سيئا، إذا لا نصلي. المهم الأخلاق، لا نذهب إلى الحج. المهم الأخلاق، لا نكون مسلمين. احذري يا فتاة، احذري يا مسلمة، هذه مداخل من مداخل إبليس. وإنما الحجاب والأخلاق يسيران في طريق واحد، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. وهل تكون المرأة أو الفتاة صاحبة أخلاق إذا خالفت أمر ربها؟ لا، لا تكون صاحبة أخلاق مهما كانت. وهكذا يذهب الشيطان، يشكك البنات ويلقي في قلوبهن الوهن حتى لا يطعن أمر الله سبحانه وتعالى الذي خلقهن وصورهن وخلق الناس جميعا. إذا ننتبه وننبذ الشيطان وننبذ الهوى وننبذ الشبهات، ونغلق الباب ونبدأ جميعا نحجب البنات والأخوات والتلميذات الصغيرات كلهم، ونسير في طريق الله سبحانه وتعالى، وفي حياة كلها عفة وطهارة. لهذه التي تتردد في الالتزام بالحجاب نقول لها: اسمعي وتدبري واعملي بقوله تعالى: التي تقلد من غير وحي وتمشي على غير هدى. نذكرها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وبقوله: ليس منا من تشبه بغيرنا، وبقوله: المرء مع من أحب. فهل تحبين يا فتاة الإسلام أن توصفي بغير الإسلام؟ وهل تحبين أن تحشري مع اليهود والنصارى والمنافقين والفساق؟ تأسم في نساء صالحات، تأسم في نساء صالحات، شرفنا بالهدى في السالفين، شرفنا بالهدى في السالفين، كأزواج النبي الطهر حقا، وزوجات الصحابة أجمعين، كأزواج النبي الطهر حقا، وزوجات الصحابة أجمعين، وزوجات الصحابة أجمعين. حجاب الشرع مطهرة وفاخر، حجاب الشرع مطهرة وفاخر، وصاف في حلوق القادمين، وصاف في حلوق القادمين، بنص الوحي آيات توالت لإيضاح الهدى للصالحين، بنص الوحي آيات توالت لإيضاح الهدى للصالحين، لإيضاح الهدى للصالحين، لإيضاح الهدى للصالحين، لإيضاح الهدى للصالحين. نبذة عن المثل الأعلى والقدوة الحسنة، أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين السيدة عائشة، هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها قبيل الهجرة بثلاث سنوات. وكانت أول مراحل هذه الخطبة المباركة وحيا من الله تعالى. أخبر عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إيك هذا من عند الله يهدي. وعنها رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. كان عمرها رضي الله عنها وقت الخطبة ستة أعوام. ودخل بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة نهارا وهي في التاسعة من عمرها، وكانت الزوجة الوحيدة البكر من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وأقامت معه في حجرته الملحقة بمسجده حتى توفي ودفن في نفس الحجرة وهي ابنة 18 سنة. كانت رضي الله عنها أحب الناس إلى قلبه، فلقد سأله عمرو بن العاص ذات يوم: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. قال عمرو: ومن الرجال؟ قال أبو. مزايا السيدة عائشة. وقد اختص الله عائشة رضي الله عنها بمزايا لم يختص بها غيرها من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. منها: أولا أنه ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيتها. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا زوجه أم سلمة رضي الله عنها: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. ثانيا: قبضت روحه الطاهرة بين سحرها ونحرها ودفن في حجرتها، وفي ذلك قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وبين سحري ونحري، أي على صدري. ثالثا: أنزل الله في شأنها وحيا يتلى إلى يوم القيامة يبرئها من إفك المنافقين والحاقدين، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي. اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا يا موحدون إلى هذا المثل الرائع، إلى هذا الصورة العظيمة. وكأنني وأنا أذكر هذه الصورة كأنني أقف أمام جبل، جبل من الأخلاق تنقلع الرقاب عند ذراه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أنزل على قبر أبي الصديق رضي الله عنه وعلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجي في الغرفة، وقد ألقيت الخمار من على رأسي وألقيت الحجاب. فلما دفن معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذتني الغيرة، فدخلت بالحجاب. ما شاء الله، غارت من الميت الذي في التراب. فلماذا لا تغار بنات المسلمين من هؤلاء الأحياء الذين لم يجدوا شيئا إلا أن يتتبعوا الفتيات، الذين ضعف إيمانهم فلم يجدوا إلا الشهوة يعبدونها من دون الله؟ أما سمعتم إلى هذا المثل الرائع؟ أما سمعتم إلى هذا المشهد الجميل؟ فلماذا نبتعد عن السنة الطاهرة؟ لماذا نبتعد عن الحياة النظيفة؟ دفاعها عن حقوق المرأة. كانت رضي الله عنها شديدة الدفاع عن المرأة وحقوقها التي كفلها المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وفي نفس الوقت كانت شديدة الإنكار على اللواتي يخالفن بعض أحكام الشريعة. فقد واجهت نساء حمص عندما دخلن عليها قائلة: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وحينما رأت تغيرا في ملابس بعض النساء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت ذلك بشدة وقالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ولقد كانت رضي الله عنها شديدة الحرص على أن تكون ثياب المرأة ساترة لها عن الرجال الأجانب، فإذا ما رأت على إحداهن ثوبا رقيقا زجرتها وبادرت إلى تمزيقه كما فعلت مع حفصة بنت عبد الرحمن. فقد دخلت حفصة على أم المؤمنين رضي الله عنها وعليها خمار رقيق، فشقته عائشة رضي الله عنها وكستها خمارا كثيفا، وكانت تقول: إنما الخمار ما وار الشعر والبشر. من وصايا السيدة عائشة للمرأة. وكانت رضي الله عنها توصي النساء بوصايا تتعلق بحياتهن الأسرية، من ذلك قولها لإحداهن: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما ففعلي. رضي الله عن أمنا أم المؤمنين عائشة وجزاها عن الإسلام والمسلمين خيرا. وبعد أختي الكريمة، فلما سبق ولأنها رضي الله عنها كانت الأمة والمعلمة والعالمة، فقد اخترنا لك طريقها، طريق الصواب والنور، طريق الهداية والحق. فهل ستكونين يا حفيدة أم المؤمنين عائشة المثل والقدوة لنساء العالم الآن؟ وهل ستكونين المنار والمثل الحي لتطبيق كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نرجوه ونأمله ونتوقعه بإذن الله، والله الهادي إلى سواء السبيل.